معنا عبر الهاتف من العاصمة العراقية بغداد الدكتور إحسان الشمري، رئيس مركز التفكير السياسي العراقي. دكتور إحسان، أهلا وسهلا بك معنا. السؤال الذي يتداول أغلب العراقيين اليوم هو: هل يمكن فعلا ضمان نزاهة الانتخابات البرلمانية ومنع عمليات التزوير فيها، خاصة مع وجود أجهزة الاقتراع الإلكترونية؟ شكرا لكم. نزاهة الانتخابات يبدو أنها الحديث الشاغل للقوى والأحزاب السياسية. من وجهة نظري أن من يدفع بمثل هكذا تصريحات من قبل الجهات السياسية يبدو أنه إعلان هزيمة مبكر، هذا أولا. الأمر الآخر، الحكومة عكفت يعني على مستوى الأشهر الماضية، وبالتحديد رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي على عقد اجتماعات عدة مع مفوضية الانتخابات من أجل ضمان العملية الانتخابية وعدم حدوث خروقات، حتى وصل الأمر إلى أن يكون هناك تعاقد ما بين الحكومة العراقية وأحد الشركات الفرنسية من أجل ضمان عدم التزوير في الانتخابات. وهذا بحد ذاته أنا أعتقد أنه يمكن أن يكون محط ثقة بالنسبة للناخب حال الإدلاء بصوته. لكن يعني عملية وصف الانتخابات بأنها قد تكون مزورة، أنا أعتقد أنها غير دقيقة، خصوصا وأن الحكومة عملت يعني من خلال الدعم الذي قدمته للمفوضية، تخصيصات مالية، الدعم اللوجستي، هو الانتقال إلى النظام الإلكتروني الذي يمكن من خلاله قطع الطريق أمام المزورين. نعم، طيب دكتور إحسان، من أبرز التحديات أمام سير الانتخابات العراقية اليوم هو التحدي الأمني، خاصة بعد تهديدات داعش باستهداف المراكز الانتخابية. ما الإجراءات الأمنية التي وضعت لتلافي حدوث أي خروقات أمنية سواء كانت في بغداد أو في خارجها؟ القائد العام للقوات المسلحة يضع في حساباته التحدي الأمني. يعني داعش نعم هددت العملية الانتخابية، لكن هذا التهديد ليس بجديد. يعني على مستوى العمليات الانتخابية السابقة كان هناك تهديد، لكن الشعب العراقي اصر الى ان يساهم في العمليه الانتخابيه. على مستوى الثلاثه اشهر الماضيه، القائد العام للقوات المسلحه وضع خططا امنيه مع القيادات الامنيه من اجل توفير البيئه الامنه في يوم الاقتراع بالتحديد، وبدات هذه الخطط تاخذ طريقها، خصوصا فيما يرتبط بالمحافظات والمراكز الانتخابيه. الاجواء الامنيه مبشرة، خصوصا ما بعد هزيمة تنظيم داعش عسكريا. أنا لا أعتقد أن داعش سيكون عامل مؤثر على يوم الاقتراع، لأن الحكومة أخذت في حساباتها توفير البيئة الأمنية المناسبة، ومن ثم المضي بيوم الاقتراع بشكل آمن. طيب دكتور، حضرتك أشرت في مستهل حديث حضرتك عن أنه الحكومة عقدت اجتماعات لتلافي حدوث أي خروقات، وأيضا تعاقدت مع شركة أمنية لضمان عدم التزوير، لكن هناك حديث أشيع بين الناس ومواقع التواصل الاجتماعي عن أن هناك من الأحزاب من يحاول شراء أصوات الناخبين ويلعب على وتر احتياجهم المادي من النازحين المتضررين مقابل 800 دولار. ما صحة ذلك؟ وإن كانت فعلا، كيف يمكن أن تمنعون الأحزاب من مثل هذه الخروقات؟ يعني أنا مع ما طرحتي سيدتي، هناك من يحاول شراء بطاقات الناخب، وأيضا يعني عفوا من خلال المبالغ المالية، عملية الشراء يبدو أنها حاول من قبل هذه الأحزاب التي لم تقدم شيئا للشعب العراقي، وبالتالي تحاول المضي بهذه العملية. أيضا مرة أخرى أعود إلى أن قضية الاجتماعات المتواصلة ما بين رئيس الحكومة من جهة والمفوض من جهة أخرى، وقد تحقق يعني نعم دكتور إحسان، نعتذر لرداءة الصوت من المصدر خلال الثواني الأخيرة. شكرا جزيلا لهذه المشاركة. حدثنا عبر الهاتف من بغداد الدكتور إحسان الشمري، رئيس مركز التفكير السياسي العراقي.